بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم أحمد سلامة. هنكمل مع بعض إن شاء الله سلسلة عمليات من قلب الشبكات. خلصنا أشكال الشبكات المرة اللي فاتت، عايزين بقى يا شباب نربط أشكال الشبكات بالديفايسز اللي إحنا خدناها. وليكن أنا عندي سيناريو إن أنا عندي شركة. الشركة دي بتتكون من 10 بيسيز أو 10 أجهزة. وجالي الراجل الاونر بتاع الشركه دي قال لي احنا عايزين نكون شبكه، اعمل لي نتورك هنا بداخل المؤسسه دي. خلينا نقول ان هم 20 جهاز. والشركه دي ليها ويب سايت، ركز معايا. عايزين الرجاله اللي موجوده او ال 20 جهاز دول يقدروا ياكسسوا الويب سايت ده. فانا كده شباب كنتورك ديفايسز، كنتورك ديفايس، معذرة بقى يا شباب الماوس، كنتورك ديفايس انا هختار ايه، محتاج ايه. طيب بداخل الشركة علشان اوصل ال 20 جهاز دول ببعض هحتاج جهاز اسمه السويتش. برافو عليك، يبقى انا من ضمن الديفايسز اللي اخترناها هحتاج جهاز اسمه السويتش، وهجيب 20 جهاز ويكون السويتش ده 24 بورد، صح كده؟ 24 بورد هستخدم منه 20 في ال 20 جهاز. طيب الجماعة دول عايزين يطلعوا على الانترنت، عايزين يطلعوا على الانترنت، يبقى اذا هيحتاجوا، برافو عليك، لو احنا على ميديم بيزنس هنقول ان هم هيحتاجوا اي دي اس ال مودم، صح كده؟ اي دي اس ال مودم، وقلنا زي التي بي لينك في الفيديوهات اللي فاتت، او لو انت راجل انتربرايز هيحتاجوا راوتر، وقلنا ان الرواتر بتكون اسعارها عاليه جدا، ولو احنا على مستوى مصر هنحتاج اي دي اس ال مودم بيسبورت، برافو عليك، الار جي 11 اللي هو كابل التليفون او الكونكتور بتاع كابل التليفون، هنتعرف عليه ان شاء الله في الكابلات. وكده يبقى انا استخدمت 21 بورت من ال 24 وبقى عندي 3 فاضيين. فبكده انا اكون كونت الشبكه دي. طب الشبكه دي كده كشكل هتسمى ايه؟ الشبكه دي كده كشكل كتوبولوجي هتبقى، برافو عليك، ستار توبولوجي، لان هي مجموعه من الاجهزه وصلت على سنترال ديفايس اللي هو السويتش، اصبحت ستار توبولوجي. ينفع اشغلها باص او رينج؟ لا طبعا ما ينفعش، لان دي شبكات قديمه واتلغت. طيب ثم بعد ذلك قال لك ال 20 جهاز دول عايزين عايزين يتبادلوا ملفات وبيانات. طبعا هفكر كده 20 جهاز، طب انا عندي نوعين اقدر اشغل بيهم الشبكه، ده بير تو بير. طب بير تو بير اخرها 10 اجهزه؟ لا ما ينفعش، يبقى انا هشتغل كلاينت سيرفر ابروش، صح كده؟ كلاينت سيرفر، يبقى انا هجيب بورت من اللي فاضيين واروح اشتري جهاز سيرفر واوصلهم عليه. تعالى بقى نشوف الاجهزه دي يا شباب، انا كده كونت، يبقى حسب ريسورس لوكيشن الشبكه دي اصبحت كلاينت تو سيرفر، توبولوجي اصبحت ستار، الديفايسز المستخدمه سويتش وراوتر وسيرفر وبي سيز اللي هي الاجهزه هتشتغل او اللي الاند يوزر هيشتغل عليها. تعالى نشوف الاجهزه دي كده سريعا على جوجل ايمج. لو قلنا الديل سيرفر، لان ده من ضمن الحاجات اللي احنا ما شفناهاش، مثلا عندي باور ايدج. السيرفر يا شباب بيكون يا اما ديسك توب زي ما انت شايف كده، تعال نفتح ديت، ودي كده بتسمى بليد، هنتعرف على الحاجات دي ان شاء الله. بس هو يا اما هيبقى تاور، يبقى التاور مفهوم التاور ان هو جهاز واقف كده على حيله زي الكيسز اللي عندنا في البيت، او ديسك توب اللي هو جهاز بيسموه حتى راك، يبقى ده كده راك سيرفر، الجهاز ده بيخش في الراكه. فاكرين احنا الراك يونت؟ نسينا طبعا، احنا في الديزاين هنحتاج اول حاجه نجيبها راك يونت نحط فيها الاجهزه دي كلها. طيب يبقى ده كده شكل السيرفر، ده احد الانواع، ديل عندك، اتش بي، اي بي ام، حاجات كتيره جدا، خش ابحث ودور هتشوف انواع كتيره جدا زي ما انت شايف. ودي كده بتبقى الهارد ديسكس بتاعه السيرفر اهي، مجموعه الهاردات، وده بيكون الكفر يعني حمايه بس كده داخليه، وده بيبقى لوك بيتقفل عليه بمفتاح بحيث ان محدش يجي جنب الهاردات او يقدر يفك الهاردات وما الى ذلك. ليه شويه مواضيع كده ان شاء الله هنتكلم عليها. وهنجيب قلنا اي دي اس ال احنا شفناه بالفعل،
ADSL مودم. اهو ده زي ما قلنا الظهر بتاعه هياخد الار جي 11، وواصله من دول هتوصل بالسويتش يا شباب على حسب الديزاين بتاعنا، يبقى واصله من دول هتوصل بالسويتش، وده كده هيوصل بخط التليفون اللي جاي لك من بره، وقلنا بيوصل على حاجه اسمها سبليتر، واحد بيوصل بالمودم. وهنا لو انت عندك تليفون ارض تشغله، وده اللاين الرئيسي اللي جاي لك من البوكس من تحت، وده كده السبليتر، هيبقى هي دي كده التوصيله اللي حضرتك محتاجها. طيب، وهنحتاج 24 بورت سويتش. ولسه لينا قصه مع السويتشات، ليها تريك كامل بيتكلم على السويتشات اهو. مثلا ده تي بي لينك سويتش، ولو احنا قلنا عايزين حاجه ادفانسد شويه ادي 24 بورت، هناخد لحد البورت 20 هنا نوصلهم بالبي سيز، صح؟ وقلنا هناخد بورت مثلا من الاخر زي ال 24 ده يوصل بالاي دي اس ال مودم اللي اتكلمنا عليه، وبورت زي 23 يروح يوصل بالديل سيرفر. يبقى احنا كده كوننا الشبكه بتاعتنا شباب. الشبكه هتكون ستار، بتشتغل كريسورس لوكيشن كلاينت تو سيرفر. الديفايسز المستخدمه سويتش، راوتر، كلاينت او بي سي، هنسميه كلاينت طبعا هيبقى بي سي، وسيرفر في الاخر. اتمنى ان احنا كده نكون غطينا القصه بتاعه التيبولوجي والديفايسز. اشوفكم على خير ان شاء الله في جزء جديد بقى من النتورك انفراستراكشر او انواع الشبكات. والسلام عليكم ورحمه الله.